السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. إعادة الأعمار هي عبارة عن نهضة شاملة بتتوازى فيها كل القطاعات الاجتماعية والسياسية والثقافية والتنموية والتعليمية والخدمية، والاهتمام بجانب واحد بدون الجوانب الثانية بيؤدي لعدم نجاح عملية إعادة الأعمار. والسوريين رغم ظروفهم الصعبة عم يفكروا بطريقتهم بإعادة الأعمار عن طريق الاهتمام بالجوانب اللي ذكرناها. هالشي عم يتم من خلال منظمات المجتمع المدني اللي عم تشتغل على دعم السوريين وتأهيلهم ليكونوا جاهزين للمرحلة الجاية. السوريين اللي رح نحكي عنهم اليوم أسسوا بمنطقة الجزيرة منظمة اسمها منظمة شار، وهي منظمة غير ربحية مستقلة بتشتغل على تفعيل العمل المدني والإداري والتنموي وربط التدريب والتأهيل بمتطلبات الواقع والاستجابة لقضايا المرأة ودعم برامج تمكينها وتفعيل طاقات الشباب وتأصيل ثقافة التطوع والتربية المدنية وترشيد الدعم المقدم وتحديد الأولويات وصولا لحالة تنموية على كل الأصعدة. هالشي بيتم عن طريق برامج ومشاريع تفاعلية بتعتمد على نشر الوعي والحد من انعكاسات النزاع القائم على السلم الأهلي والتنمية. ورؤية المنظمة هي السعي لمجتمعات أهلية ومحلية مسالمة مستقرة نامية ثقافيا واقتصاديا بسود العمل الجماعي والتمتع بالحريات العامة واحترام الشفافية والعمل المؤسساتي. أما أهداف منظمة شار فهي أولا تفعيل الطاقات والخبرات الشبابية الكاملة والمعطلة بسبب النزاع وحشدها بخدمة العمل الجماعي والتنموي. ثانيا تنمية المعرفة بالقيم المدنية والعملية السياسية الديمقراطية وآلياتها وأسسها مثل الانتخابات والدستور والشفافية. ثالثا تفعيل المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة من خلال تهيئة المجتمع ككل وخاصة الرجل لمناصرة قضاياها. رابعا تشجيع ثقافة التطوع وتطوير المهارات وروح المبادرة عند الشباب. خامسا توجيه الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات الراعية للتنمية والمجتمع المدني باتجاه المتطلبات الملحة والرئيسية لضمان عدم تكرار المشاريع وعدم استغلالها ومن خلال دراسة الواقع بشكل معمق وتحديد الأولويات. خلونا نحكي بشكل عملي أكثر ونركز على آخر نشاطات منظمة شار، وهو مشروع زفي 2 لدعم زراعة الخضروات بالأنفاق البلاستيكية بأكثر من 800 قرية من منطقتي الجزيرة وكوباني. اشتمل المشروع على عدة مراحل، ابتدأ من المسح، التقييم، اختيار المستفيدين، توزيع المواد اللازمة على 3 دفعات لتحضير الأنفاق والتشتيل بالتزامن مع المحاضرات والجولات الفنية اللي قام فيها الفريق الهندسي للمشروع وصولاً لأثمار الشتلات وجني المحصول. استهدف المشروع 231 مزارع وتضمن الدعم بتزويدهم بسياخ الحديد، النايلون الزراعي، شبكات التنقيط والنرابيج، بالإضافة للبذور والأسمدة والأدوية الزراعية. انقسم المشروع لموسمين، موسم خريفي وموسم ربيعي، ويعتبر المشروع هذا هو الأول من نوعه بالمنطقة، على أمل أنه تتعمم هالتجربة وتحفز المزارعين على إعادة إحياء الأراضي وزيادة إنتاجها. بهي الطريقة أعادت منظمة شار إعمار كتير من الأراضي الزراعية وإعادة إعمار الأمل بنفوس المزارعين، وهذا كل واحد من النشاطات والحملات اللي بتسعى المنظمة فيها لتكون سند للسوريين وعون إلهم، لأن القائمين عليها آمنوا وبيآمنوا أن السوريين دائما لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.